السلام عليكم أصحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا. الدرس ديال دابا غادي نبداو لو رولي دو فاز، فين كيكون، شنو العمل ديالو، واش كنديرو بيه، كلشي هادشي غادي نشوفو دابا إن شاء الله. لنبدأ كما العادة ديسكريبسيون. Le relais de contrôle est un dispositif électronique qui permet de détecter et surveiller des grandeurs physiques ou électriques. Il a le relais de contrôle. Le relais de contrôle est le relais de phase. La même. Les électriciens qui ont le relais de phase, ولكن في لي نورم كنقولوا لو رولي دو كونترول لانه كيكونترولي لنا بزاف ديال الحويجات. سي دي كونديسيون انورمال دو مارش دان ايكيبمون سون كونستاتي لو رولي دو كونترول ديكلونش اون انفورماسيون ديستيني ا اريتي سون فونكسيونمون. اذا شرح الخطوط، هاد رولي دو فاز كيكون عندنا في لي انستالاسيون الكتريك، par exemple des moteurs, des pompes. Je ne sais pas dire. Il y a trois phases de l'installation. Il y a des contacts secs. Mais quand on dit les contacts secs, il y a des relations avec le mécaniquement ou électriquement. Je ne sais pas dire les contacts. Il y a la phase de commande. Il y a commande, il y a un circuit de commande. ديال واحد لانستالاسيون الكتريك اللي فيها دي موتور، كتجي لي هنايا طونسيون 24 بار اكزومبل ولا 12 ولا 36 ولا 220. اش ما كانت، كاين واحد لو كونتاكت اوفير اوروبو، كتخرج من هنا، كتدخل الكونتاكت، كتخرج من الكونتاكت، كتمشي ليا لهذاك السيركوي كومون. اشنو كيدير هاد لو رولي دو فاز ملي كيشوف واحد لو ديفو؟ par exemple chef واحد لو مونك دو فاس هاد ال 3 ما كاينش، كيحل ليا هاد لو كونتاكت دو كوموند لي كاين لهنا لي غادي نكوموند ليا واحد لانستالاسيون الكتريك. فهمتوني الاخوان؟ يعني عندي واحد لانستالاسيون فيها تقريبا واحد 20 موتور. هاد 20 موتور كل اشنو كيدير؟ واحد خدام ليا في واحد لا بومب، واحد خدام ليا في واحد كونفويور، واحد خدام و واحد سيرتان طون، واحد لافاز مشات هذا اشنو كيدير؟ كيحل ليا هاد لو سيركوي، هذا كيحل ليا هاد لو كونتاكت لهنا اللي كان تسد ملي دخلت انا 384، كان تسد هاد لو كونتاكت، غادي تحل، غادي يوقف ليا الانستالاسيون كامله لانني عندي مونك دو فاز. دونك سيتي بروتيكسيون، انا بروتيجيت لي موتور ديالي. وعندو واحد دور اخر، سيبوزون دخلت الار والاس والتي اللي هما دي فاز دو سيكتور، هذا كيشوف هاد لوردر دو فاز ار اس تي. يعني سي فوا بار اكزومبل كابليتهم، كابليت لي موتور ديالي اللي هنايا بار اكزومبل، هاد الخيوط تقلبوا ليا بار اكسيدون، ماشي بار اكسيدون يعني غيتقلبوا بوحدهم، يعني جا شي حد تقلبهم، شنو غادي يوقع؟ هذا ما غاديش يسد لي هاد لو كونتاكت، غادي نلقى واحد لانوب شاعله لهنا كتقول لي بان لوردر دو فاز ني با بون. اذا الا كانت عندي واحد لابون كتلوح لي الماء بار اكزومبل في واحد سيتار او في واحد صهريج او شي حاجه كومسا، خاصها تبقى الدور في لوسونس ديالها. سي فوا غادي تقلب له لوسونس بار اكزومبل بار كيلكان هنايا، هذا غادي يحل، دونك لا بومب غادي تقف، ما غاديش تدور في لوسونس انفيرس. هذا هو الدور ديال هاد لو رولي دو فاز. وعاود ملي كيشوف باغ اكزومبل مونك دو فاز، يعني ولا مونك دانتونسيتي ولا هادو ولا سير شارج، راه كيوقف. هذا هو اللي كاين الحوت، وغادي نشوفو دابا اكوا سير. لو رولي دو كونترول بيرمي دو بروتيجي لي ماشين ان سيرفيون لي فالور دو كورون دو تونسيون اي دو بريزونس اي دوردر دو فاز دو نيفو اكسيتيرا. ركزوا الاخوان غير على هاد لو كورون ولا طونسيون ولوردر دو فاز، هادو ثلاثة كيلعب الدور ديالهم هاد صاحبنا هاد رولي دو فاز. ورا كنلقاو بيان سير، انا كنهضر لكم في هاد الحلقة غير على لو برانسيب، ورا كاين بليزيوغ جونغ دو رولي دو فاز. كيبقى البرانسيب راهو البرانسيب، يعني لوردر دو فاز
راه كيخدم لينا حتى بور لي موتور مونوفازي الاخوان. استسمح دونك نشرح لكم هاد لو شيما ان. هاد لو شيما ان الاخوان عندنا واحد لاريفي ديال كورون كيما كتشوفوا لهنايا. هذا لو نوتر كيمشي ديريكتومون لواحد لو كونتاكتور اللي غادي كوموندي ليا هاد لو موتور. هذا بيان سور سي تربي تيرميك. هذا سي تان بورت فيزيبل سيكسيونور بورت فيزيبل لي 3 فاز كتشوفوهم هما جايين ار اس تي اون اوردر. عندي هذا ا ان ا دو. هذا غير باش نشرح لكم الاخوان هذا سي تان رولي دو فاز اللي عنده ان بوبين. كنلقاو بار فوا دي رولي دو فاز ما كايناش لا بوبين، يعني كاينه غير ار اس تي وكاين هاد لو كونتاكت. هذا لو كومون واحد فيرمي وواحد اوفر اوروبو، هادشي اللي كنلقى. بار كونتر هذا عنده اون بوبين ا ان وعنده ا ان ا دو. دونك لو ميتر جا هاد لا بارتي 3 قبل ما ديرونجيو بها الاخوان راه سيتي لومبي سيتي لومب دو ديفو. إذا كانوا عندي هاد لي فاز مقلوبين بيان سيور لو كورون غادي يجي من هنا غيدوز اترافير لو اون غيجي لو دوز لومب شاعله، يعني شاعله راه كاين ديفو عندي في لو كابلاج ديال هاد ار اس تي. دونك سيبوزون ار اس تي بيان اورغانيزي مزيانين قادين لو ار بلاصتو لو اس بلاصتو تي بلاصتو، اشنو غادي يدير ملي غنعطي ليكسيباسيون لهاد ا دو؟ غادي يجي لو كورون من هنا غادي يجي ليا واحد لو بوطون داخل بغيت انا نوقف لانستالاسيون ديالي. غادي يجيب كا ام ان لو بوطون مارش، هادي بوطون داري هادي بوطون مارش. فاش غنكليكي لهنا غادي تسود لي هاد لو كورون هاد لو كونتاكت دو مانتيان ديال بي ان. دونك الموتور ها هو خدام. سيبوزو كيما قلت ان اوردر دو فاز مقلوب لو اس جي لهنا ولو ار جي لهنا ما غاديش تسد ليا انا هنا، ولو نعطي الضو لابوبيل ما غاديش يتسد، غادي تبقى عندي ديفو لهنا فهمتوني الخوت. هذا ما غاديش يتسد، يعني عندي ان ديفو خاصني نقاد لي فاز ديالي. ملي نقاد لي فاز ديالي عاد غادي ندوز هاد الاونز غادي يولي مشاهد شي مع الكاتورز باش نخدم لو سيركو دو كوموند ديالي. فاهمين الخوت. ندوزو للشيما نيميرو 2، هي ديفيرون على الشيما نيميرو 1. عندي واحد لاريفي ديال ار اس تي هاهما جايين جايين واحد نقولو باغ اكزومبل كونتاكتور عندنا رولي تيرميك. هذا سميتو ديجونكتور بلوطو. هذا سيتان ديجونكتور رولي تيرميك. هذا سيتان كونتاكتور. واخا الاخوان عندنا ها لا فاز الاولى ال1 ال2 ال3 هما جاو ليا. هذا هو صاحبنا هو رولي دو فاز. شوفوا ركزوا معايا مزيان، هنا كنبيكي واحد طونسيون كنديوها اللي هي 380 كنديوها لواحد طونسفو. طونسفو اشنو غادي يدير؟ غادي يخرج ليا واحد طونسيون دو كوموند اللي غنخدم بها غير بقى ام ار باغ اكزومبل 24 36 48 220 110 كيلكو سوا. هاد لو نوتر ها هو غادي يجي ليا واحد لو لامب دو ديفو وغادي يجي ليا لابوبي. حتى لهنا فاهمين. دونك ندوزو هنا ندوزو هنا لافاز فين غادي يجي؟ غادي تجي ليا لهنا واحد لا لامب دو ديفو، يعني اذا كانوا هادو نو ريسبكتي ال ان ماشي في بلاصته ال 2 ماشي في بلاصته ال 3 ماشي في بلاصته. دونك لو كورون غادي يجي من هنا غادي يدوز اترافير لو 26 لو 25 غادي يتشال ليا واحد لا لامب. فاهمين اخوت. سيبوزون لوردر دو فاز هو هذاك، اشنو غادي يوقع؟ هاد لو 25 غادي تفيتش انت مع ال 28 هنا ما فيها والو، انا نزيدو فيها كاع شي لامب نزيدو فيها بان لو سونس اي بون نزيدوها هنا تكون خضراء، هادي نديروها حمراء، وهاد 28 نجيبوها لهنا تكون خضراء. 26 راهي كومون. هنا عندنا لو 18 لو 16 لو 15. لو 15 هو لو كومون
إذن عندي لي فاز سون ريسبكتي مزيان ال1 دو ال3 غتسد عندي 15 و 18 ملي غادي تسد 15 و 18 غادي تجي لو كورونا عندي هاد اس اري اس 2 مارش غنكليكي لهنا هذا مانتيان ديال الكونتاكتور ك ام 1 غنسد هنا غنجبد هذا ك ام 1 تسدت الميتر ديالي راه بدا كيدور سيبوزون لي فاز نو سون با بيان ريسبكتي الموتور ما غاديش يدور علاش ما غاديش يدور لان هاد 15 مع 18 ما عمرها غادي تفهمنا الخوت ما غاديش تسد واخا نكليكي انا على هاد لو بوطون الكورونا ما عنديش من هنا راه الي انتي رومبي اس راه هو محلول هنا يعني خاصني تنقاد لي فاز ديالي هذا هو الشرح ديال اليوم ديال رولي دو فاز نتمنى يكون عجبكم وما تنساوش دعمونا في القناه تبارك الله الخوت والله يحفظكم